السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنعمل اليوم على إضاءة، الإضاءة والبوست بروسيسين الرندر والبوست بروسيسين وإعدادات الرندر وبعض الشيء كما قلت لكم في البوست بروسيسين وهي الكومبوزيتر. أنا سأعمل البوست بروسيسين في الكومبوزيتر الخاص ببلندر. تلقيت ربما بعض الأسئلة على الكومبوزيتر، نريد دورة في الكومبوزيتر، نريد دورة في الكومبوزيتر. لا أظن أني سأعمل دورة عما قريب لأنها لن تلقى النجاح ولن تلقى أي شيء تقريبا، هذا واضح. النود هو أهم من الكومبوزيتر ومع ذلك لم يلقى أي نجاح في الدروس التي عملتها عليه، وأخشى أن يؤثر سلبا إن عملت دورة كاملة على الكومبوزيتر أن تؤثر سلبا على القناة وأن تجعلها تعود إلى العصر الحجري مثل ما حدث قبل عدة أشهر. المهم لكن بإمكانك أن تتابع كيف أعمل بوست بروسيسين في الكومبوزيتر الخاص ببلندر في هذه الفيديوهات مثل هذه ومثل بعض الفيديوهات التي استخدمت فيها الكومبوزيتر، العنب مثلا أو فيديو اللوجو الذي عملته منذ أشهر. لكن أظل أتلقى نفس الأسئلة، الكومبوزيتر أنت لم تعمل على الكومبوزيتر؟ أنا عملت على الكومبوزيتر الكثير من الأشياء لكنكم لا تبحثون ولا لكنكم لا تبحثون في هذه القناة أبدا، أنتم تريدون إجابات جاهزة معلبة مباشرة الاستهلاك، ثم بعد ذلك تقول شكرا نعم سأرى بعد سأنظر إليه بعد 10 سنوات أو ما شابه. لا يهم، المهم نبدأ مباشرة في عمل الإضاءة. وقبل ذلك بإمكانك أن تنزل إلى الأسفل فستجد زر أحمر هكذا في اشتراك، بإمكانك أن تضغط اشتراك لكن بعد أن تشاهد الفيديو ليس الآن، لأنك إذا اشتركت الآن قبل أن تشاهد الفيديو فقد تخضع وقد لا أكون الرجل المناسب الذي ينبغي أن تشترك في قناته. أريد بعض اللايكات كذلك وأريد تعليقات وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وكل تلك الأمور. المهم نبدأ بالإضاءة. إذا حولت إلى الرندرين الآن، وهذه من الأمور التي وجدت فيها بعض الفتاوى هنا وهناك عن الرندرين وعن اللوك ديف، وتجد دائما اللوك ديف هو فقط لرؤية الماتيريالز والرندرين هي نفسها. الرندر مود في إيفي واللوك ديف هو نفسه، اللوك ديف هو نسخة من إيفي ملغى فيها بعض الأمور فقط. هذه البعض الأمور هي فقط اللايت سين والورد سين، هذه فقط. بإمكاني أن أفعل اللايت سين، بإمكاني أن أفعل الورد سين فيصير هذا نفسه عبارة عن إيفي هنا نفسه اللوك ديف إيفي نفسه. لذلك بالله عليكم أنا لا تعود لها مثل هذه الأمور. المهم أولا موضعت الكاميرا، أريد أن أموضع الكاميرا في مكان مثل هنا، بإمكاني أن أتي إلى هنا وأضغط كنترول ألت هكذا نعم كنترول ألت 0 نعم فتأتي الكاميرا هنا، أضغط جي وأنا محدد الكاميرا بكل تأكيد وإلا نعم صاحب الكاميرا عفوا صاحبها هو هذا وليست هي الكاميرا، هي ليس نموذجي بكل تأكيد، هذا نموذج متقن جدا ورائع جدا من هذا الرجل الذي يدعى ريو أو ما شابه هنا، هو نموذج رائع. ربما إذا تذكرت سأضع الرابط في الأسفل بلند سواب في بلند سواب. المهم نموذج رائع جدا وأشكر صاحب النموذج. نعم موضعتكم الكاميرا هنا، تلاحظون أن الصورة الأصلية مربعة لذلك سأبقى مع الصورة المربعة. نعم كل أنواع المركبات. آتي إلى هنا وأضغط 1280 في 1280 أو ربما في 1080 تكون جيدة جي، وأنا محدد الكاميرا بكل تأكيد وإلا تحرك شيء آخر أضغط جي وأقترب لهذه الدرجة. آتي وأجعل الدبت أوف فيلد مركز على هذه المينوتا، هذا الاسم هنا، لذلك أضغط شيفت أي بعد تحديد هذا المكان شيفت أي إمبتي بلين أكسس أحدد الكاميرا. آتي إلى هنا، آتي إلى دبت أوف فيلد depth of field ثم آتي وأدخل هذا الامبتي هنا. نعم أظن أن هذا أكثر من اللازم 2.8، لذلك سأجعلها لا أعلم ما العلم المختفي وراء هذه، إن كان هناك الأف ستوب هناك
هناك درجات فيه وليست عشوائيا، يعني بإمكان من 2.8 إلى 5.6 أو ما شابه، لا أدري، لكني سأجعله 2 فقط وأرى النتيجة. لا نعم، سأجعله 3.5 وأرى النتيجة. 3.5 نعم، أظن أن هذا جيد. نعم هذا جيد، هذا جيد، ليس تلك الدرجة، لكني سأجعله 5.2 أو ما شابه. نعم أظن أن هذا أفضل، هذا أفضل. نعم، ثم بعد ذلك أبدأ بعمل الإضاءة. أتي أولا إلى شيد هنا، أتي إلى الرندر مود، أضغط 0 وأبدأ باستخدام بعض الـ Environment Texture الـ HDR Eyes Texture Environment Texture. أتي إلى هنا وأضغط Open، ثم أتي إلى المكان الذي أخزن فيه التكستشرز عادة، تكستشرز ليس تكستشرز ولكن HDR، ثم أتي إلى هنا وهذا التكستشر الذي ألوانه موحدة ورمادية ولا يوجد فيه أي تميز في الألوان، أريد أن يكون هو المؤثر في الإضاءة، لكن أريد تلاحظون أن إضاءته جميلة ورائعة، لكن أريد للإنعكاس أن لا يكون هذا الإنعكاس، أريد أن يكون أجمل هنا، لذلك سأستخدم تكستر آخر للإنعكاس، شيب دي، أتي به إلى هنا. تلاحظون هذه الاثنين إذا غيرت الصورة ستتغير، لذلك أضغط هنا ثم أتي إلى هنا وسأستخدم هذه، تكون جميلة جدا، جميلة جدا في الإنعكاس، ثم أضعها هنا ثم أضغط كنترول تي. تلاحظون أنها أصلا مواجهة في المكان الذي أريده، هذه هي السماء نعم هذه مواجهة في المكان تقريبا الذي أريده، لكن لا بأس بتعديلها أكثر حتى ألفها على محور Z إلى هذه الدرجة، وربما على محور Y كذلك. نعم، وقد حصلنا على هذا الشيء. إذا ضغطت الآن أم لإخفاء هذا، تلاحظون هذا ثم أم، تلاحظون أننا حصلنا على بعض الأشياء هنا، لكن Shift A بعض الإضاءة جميلة، Shift A لا أريد أن يكون بهذه القوة. Color Mix RGB تأتي بها إلى هنا ثم تجعلها Multiply ثم تجعلها ربما 0.5 حتى تكون أقل. لاحظوا الآن إذا ضغطت أم ربما حتى أقل من 0.5، 0.3 What؟ أو نعم يجب أن أرفع الفاكت إلى 100% حتى يكون تأثير كامل، وتلاحظون النتيجة، النتيجة أجمل على كل حال، صار أقل إضاءة، الإنعكاس أقل، وهاته أقل إضاءة، هاته هذا ما يهمني، أنها في النهاية هذه التكستر لن تظهر، هذه الانفايرمنت تكستر لن تظهر، لا هي ولا هذه. ثم آتي ب Shift D، آتي بهذه إلى هنا وأضع هذه في الأعلى هنا بحيث تكون هذه خاصة بالإنعكاس، ثم أضغط Shift A Input Light Path. دائما ما أستخدم هذا Light Path وهو رائع جدا، لكني لا أستخدم كل خصائصه ولا نصفها ولا حتى 1% من خصائصه. في هذه المرة سأستخدم ISO Camera Ray، لا فISO Glossy Ray، لأن الزجاج فيه الجلوسي، الزجاج هو مزيج من الجلوسي والترانزميشن، لذلك فالجلوسي هو الخاص بالإنعكاس دائما. أضع هنا بحيث تكون هاته، تلاحظون أنها هي في الخلفية، هاته هي في الخلفية وهاته في الانعكاس، تلاحظون أنها صفر، تلاحظون أنها هي في الانعكاس بهذه الطريقة، لكن فقدنا هذه الإضاءة التي هنا، لذلك بإمكاننا دائما أن نمزج بين هاتين جي Shift A Color Mix RGB إلى هنا، ثم نضع هذه هنا مثلا، تلاحظون أنها صارت بهذه الطريقة، لا نريد ذلك، أريدها تأثير بسيط جدا جدا جدا. صفر فاصل، تلاحظون أنها 3 أصفار ومع ذلك لا تزال في هذه الحمرة، ربما بسبب هذا الملتيبلاي الذي جعلها، نعم أظن أن تأثيرها قوي جدا.
ميكس وات هذه مولتيبلاي نعم ميكس ليس مولتيبلاي. أريد تأثير بسيط جدا مثل هذا، تلاحظون ذلك حصلت على هذا التأثير المرغوب، لاحظون أن الانعكاس هو فقط هذا، والإضاءة اكتسبت بعض الحمرة بسبب هذه، لكن مع ذلك أريد أن أجعلها ربما 0.3 أصفار 0.4 أصفار 2 مثلا وأرى النتيجة، ومع ذلك ما زالت فيها بعض الحمرة. نعم لكن لا بأس، هذا شيء يعني جيد لأني في النهاية سأستخدم بعض الأضواء الحمراء. ثم بعد كل ذلك جي ما زلنا مع هذه اللايت باث، آتي وأضغط شيفت دي، آتي بها إلى هنا، كل ما في الأسفل سيكون هو المرئي وكل ما في الأعلى ستكون الإضاءة. آتي بإيزو كاميرا راي، تلاحظون أنها ستكون بيضاء في الخلفية، أريدها العكس، أريدها سوداء لأني سأستخدم خلفية أخرى باستخدام الميست في نهاية المطاف عن طريق البوست بروسيسين. نعم وتلاحظ النتيجة جميلة. ثم نبدأ الآن بالإضاءة الحقيقية، هذه كلها فقط مجرد تحضير للإضاءة، لكن لا أحتاج إلى 100% هنا بكل تأكيد، سأجعلها 0.3 سيكون هذا كاف جدا. نعم حصلنا على هذه الإضاءة الجميلة الأولية. ثم أتي الآن إلى وورد وأحولها إلى أوبجكت، ربما لا لن أستخدم ماتيريالز لذلك ستبقى وورد، ربما سأعدل بعض الشيء في هذه الأشياء مستقبلا بعد دقائق من الآن، لما يقول الواحد مستقبلا كأنها مثلا بعد 10 سنوات. أريد أن أرى هنا وأعمل من هنا، لذلك أضغط شيفت سي لإعادة كرسي الثلاثي الأبعاد إلى المنتصف شيفت أي. سأقول لكم الإضاءة أساسها ما هو، أساس الإضاءة هو فصل هذا الشيء عن الخلفية، الإضاءة depth of field كل شيء تقريبا يهدف إلى فصل هذا الشيء عن الخلفية وإنشاء بعض الكونتراست، لذلك بإمكاننا أن نأتي ونضيء هذه إلى هنا حتى تمتاز عن الخلفية، هذه ممتازة عن الخلفية وهذه كذلك مختفية، لذلك نحتاج إلى إضاءة الخلفية هنا، ثم إضاءة أساسية من هنا وإضاءة أخرى من هنا وإضاءة علوية حتى يضاء هذا الشيء. سأبدأ بالإضاءة العلوية Shift A بعد أن أعدت الكرسي الثلاثي إلى المنتصف، ثم Light ثم Area Light، ثم أضغط G وأسحب إلى الأعلى، وهذه هي الإضاءة العلوية. إذا ضغطت H الآن تلاحظون Alt H. نعم ما زالت قوية بعد الشيء، ربما سأجعلها 5 بكل تأكيد، وربما وهذا الشيء اكتشفته للتو ربما منذ أقل من ساعة، أن هذا الكاستوم ديستانس ليس فقط هو المسافة التي يسيرها الضوء قبل أن يعدم، لا هي أيضا تؤثر في القوة، بحيث أن كل ما كانت الكاستوم ديستانس كبيرة كل ما كانت القوة كاملة، قوة الضوء كاملة، كل ما كانت صغيرة كل ما كانت قوة الضوء أقل. 40 متر، سأجعلها 20 سنتيمتر 0.2 وأرى، ثم أبدأ وأطلعها بعض الشيء، تلاحظون أن الإضاءة ستبدأ بالزيادة لما يصل العمود الأصفر إلى هنا، تلاحظون أنها لا تشتغل مباشرة يعني دفعة واحدة ولكنها تبدأ بالزيادة، وهذا يساعد في زيادة تأثير الضوء بدل من اللعب في هذه 5 وات أو ما شابه. نعم هذا التأثير الكامل لكني لا أريده، سأبدأ من الصفر. نعم أظن أن هذا كاف لكني سأرفعه إلى 10. نعم هذا جيد. نعم كذلك هناك شيء آخر، إذا أتيت إلى هنا تلاحظون أن إيفي، نعم بالمناسبة هذه معمولة في سايكلز، هذه معمولة في سايكلز وهذا إيفي، لذلك هذه فرصة لنتعلم بعض الشيء عن إيفي. تلاحظون أن الإيفي لا يعترف بالحواجز، تلاحظون أن هنا مضاءة كليا في الداخل هنا، وكأنها إذا دخلت إلى هنا تلاحظون الضوء يدخل عادي بشكل عادي وليست هناك أي ظلمة، وهذا سيء جدا. يفعل هذا إيفي مع الHDRs، الHDRs لا تعترف بالحواجز لأنها هي تضيء من دون الاعتراف بالحواجز، يمكن التخلص من ذلك جزئيا أو إلى حد مقبول عن طريق تشغيل Ambient Occlusion، تلاحظون أن كل شيء اصطلح وصار جيد، لاحظوا الفرق بين
ambient occlusion وليس ambient occlusion. هناك فرق بالتأكيد جميل. ثم قلت لكم نبدأ الآن بعد هذا بمحاولة إضاءة. يجب أن نتخلص من الأوتلاينر عن طريق Alt A حتى أزيل التحديد وإلا ذا. محاولة إضاءة هذا الجانب وهذا الجانب وكذلك محاولة عمل إضاءة أساسية وإضاءة أخرى هنا ثانوية. لذلك نبدأ الآن بشيفت A Light Area أخرى. أضغط S لتصغيرها. أضغط 7 هنا ثم G أسحبها إلى هنا ثم R إلى هذه الدرجة. ربما أتي إلى هنا أضغط 1. نعم هذا جيد. ثم أضغط R وأجعلها بهذه الزاوية وأضغط G أسحبها إلى الوراء بهذه الطريقة. جيد. لاحظون أن كامل هذا الجانب قد أضيء بعض الشيء وأعطي بعض الإضاءة لكنها أقوى مما أريد. لذلك آتي إلى هنا وأصغرها. هذه من مشاكل EV. تلاحظون أن هذا الضوء أصاب هذه المنطقة وما كان ينبغي أن يصيبها أبدا. لذلك آتي إلى هنا وآتي نعم إلى Custom Distance. نعم هناك شيء آخر نسيته أولا في هذا وهو تشغيل الشادو هنا Contact Shadow. نعم كذلك في هذا ينبغي تشغيل Contact Shadow وأظن أن هذا سيقضي على هذه المشكلة. تلاحظون ذلك. نعم Contact Shadow. نعم تلاحظون أن حصلنا على هذا الخط الجميل هنا. نعم أضغط S لتكبيره وصار هناك خط كامل هنا وأضيئت هنا من الأسفل كذلك لكني أحتاج ربما إلى إضاءة أخرى من الأسفل. لذلك ما سأفعله هو أني سأمسك هاته الإضاءة العلوية. الإضاءة العلوية أضغط Shift D أضغط R 180 ثم أضغط G أسحبها إلى هنا. نعم بهذه الدرجة تكون كافية وتكون جميلة جدا. نعم ربما هنا أحتاج إلى زيادة قوة هذا ربما إلى 15. نعم هذا جيد. ثم كذلك نعم ثم كذلك سأحاول فصل هاته عن الخلفية عن طريق استخدام نفس هذه الإضاءة. Shift D ثم أضغط R لهذه الدرجة ثم أضغط G وأسحب إلى هنا. نعم هذا لأنه كبير بكل تأكيد. لذلك أضغط S Z وأضغط G ولا أدري لماذا. أو نعم لأنه لا نعم يأتي الدرجة ثم أضغط S X X لا S Y Y S Y Y. نعم يأتي الدرجة حتى فصلت هذه عن الخلفية على الأقل لكني لا أحتاج 15 ربما 5. كل هذه القيم صغيرة لأن هذا هذه الكاميرا صغيرة جدا هي بمقياس حقيقي تقريبا. لاحظوا أنها 14 سنتيمتر في العرض في الطول والارتفاع أو لا هذا 14 سنتيمتر في الطول هكذا والارتفاع وهذا الشيء هي 9 سنتيمتر و 8 سنتيمتر. نعم فصلنا الآن كامل الكاميرا عن الخلفية وهذا ما أريده لكني لا أريد لهذا أن يكون نفس اللون. سأجعله أزرق والزرقة ستجعله أخف بعض الشيء. نعم بهذه الطريقة. ثم الآن سأنشئ الكي لايت الذي هو الضوء الأساسي عن طريق نسخ هذا. Shift D أتي به إلى هنا G أضغط R 180 حتى يصير مواجه للكاميرا. أضغط R G R G لكني لا أريده أزرق. أريد أن يعاكس كل هذا بهذه الطريقة بحيث أنه يعدل من هذه الإضاءة الزرقاء.
ثم بعد ذلك هذا يعتبر هو الكي لايت 15 واط هي كافية لأن المشهد صغير جدا. ثم سيكون هناك ينبغي أن يكون هناك فيل لايت حتى على الأقل يملأ هذه الأماكن التي لا يمسها هذا الكي لايت. أضغط شيفت دي أتي به إلى هنا ثم أضغط R ثم أكبره S وأجعله أزرق بعض الشيء. التكبير هنا يجعله أكثر نعومة. بالطبع يجب تصغير تقليل القوة هنا ربما إلى 5. نعم كنترول S وهذا يبدو جيد على كل حال. انتهينا حرفيا من الإضاءة. الآن بقي الرندر والبوست بروسيسين. ربما سأعمل بيكن للضوء عن طريق شيفت A شيفت A ريديوس فوليوم هذا ثم أضغط S وصغره ثم S Z وصغره G ثم S G ثم S Z بكل تأكيد ثم S Y. نعم يبدو هذا جيد. G أريد أن يكون بحجم الكاميرا كليا تقريبا حتى لا يكون هناك إهدار لهذا الشيء. ثم بعد ذلك آتي إلى هنا إعدادات هذا الشيء. هذه أربعة أربعة هي خاصة بهذه النقاط. أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة سأجعلها 8 في كل اتجاه. كنترول S ثم آتي الآن إلى هنا ثم آتي إلى Radius Volume شيء هذا آتي إلى 512 أجعلها 1024 لا 512 جيدا لأن المشهد صغير جدا. 32 16 8 أظن أن 8 جيدة. ثم بعد ذلك كنترول S وأضغط بيكن لللايت. لكن قبل ذلك أريد أن أفعل خاصية جميلة جدا وهي في شادو سوفت شادو. هي مفعلة سوفت شادو على كل حال. وهاي بيت دبت هذه السوفت شادو كان نعم لو لم تكن مفعل كانت الأمور أسوأ بكثير. لاحظون ذلك. كنترول S ثم بعد ذلك أعمل بيكين. الآن أظن أن الأمر سيطول بعض الشيء لذلك بيك ثم أعود. انتهى البيك. الآن ما علي إلا أن أضغط F12 ثم ننتظر الرندر. سيكون سريع لأنه إيفي وسيكون عدة ثواني ربما 5 أو 6 ثواني. ثم بعد ذلك نسيت شيء معين وهو الميست. يجب تفعيل الميست لأن أني أعتمد في البوست بروسيسين في الكمبوزيتر في بلندر كثيرا على الميست. لذلك آتي إلى هنا وأفعل الميست ثم آتي إلى الكاميرا بعد أن أضغط على الكاميرا بكل تأكيد. ثم آتي إلى هنا ثم آتي إلى Viewport Display ثم آتي إلى Mist ثم آتي إلى العالم الخارجي هنا ثم آتي إلى Mist Pass ثم أفعل هذه. أضغط 7 أولا ثم أرى. تلاحظون أنه يبدأ من 5 أمتار وهذا يعني من غير مفيد في هذه الحالة كليا لأنه يبدأ خلف الكاميرا. لذلك سأجعله من الصفر ثم آتي إلى هذه 25 وأجعلها صغيرة لهذه الدرجة. لا تزال طويلة بعض الشيء لكن لا بأس أنا لا أحتاج لأي شيء أحتاج فقط لي. نعم ثم الآن كنترول S وأضغط F12. عدنا بعد رندر طويل بعد رندر أكثر من تصدقون أو لا أكثر من 5 ثواني. نعم نعم آتي الآن مباشرة إلى الكومبوزيتين. آتي إلى Use Node ثم هذه تأكد من أنها مفعلة ودائما هي مفعلة افتراضيا. أنا لا أحتاج إلى هذا لا أحتاج إلى هذا اللوح الشيئي. نعم أضغط Ctrl Shift وأضغط هنا حتى آتي بالفيور هذا ثم Shift وبيمين الفأرة. ثم بعد ذلك أبدأ أولا باستخدام Mist لإنشاء
أضغط V للابتعاد أولا لإنشاء خلفية Shift A Color Mix RGB آتي به إلى هنا ثم آتي بالميست إلى هنا نعم ميست إلى هنا لاحظوا أنه أشبه بالضباب أو ما شابه لكني سأستخدمه فقط للفصل بين الكاميرا الخلفية بدل من التعامل مع اللايرز وكل تلك الأمور لا أحتاج إلى هذا في هذه الحالة البسيطة جدا سأستخدم الميست للفصل بينهما سينشأ ماسك رائع جدا آتي إلى Converter Color Ramp ثم الآن إذا ضغطت Ctrl Shift وضغطت هنا لاحظوا النتيجة بإمكاني فقط أن أسحب هذا إلى أن تصير هذه السوداء كليا وبإمكاني أن أسحب هذا إلى أن تصير هذه الخلفية بيضاء كليا نعم الآن بإمكاني التأثير على الكاميرا منفردة عن كل شيء آخر نعم الآن شفت آتي إلى هذا اللون وأغيره بكل تأكيد إلى لون أزرق سيكون هو اللون السفلي نعم سيكون لون أزرق فاتح بهذه الطريقة نعم ثم الآن أضغط Shift D أو Ctrl Shift D حتى أحافظ على الشيء أضغط Ctrl Shift D هنا حتى أحافظ على الرباط ثم آتي إلى هذا وأجعله هنا نعم ثم الآن أجعل هذا أقل بياضا لماذا؟ إذا ضغطت Ctrl Shift وضغطت هنا تلاحظون أنها هكذا إذا ضغطت Ctrl Shift وضغطت هنا تلاحظون أنها نفسها لكن إذا جعلت هذا الجزء الأبيض الجزء الأبيض من الماسك أقل بياضا فسيبدأ بعرض السواد الذي خلفه لذلك أضغط هنا وأنزله بهذه الطريقة سيكون هناك تدرج لوني من المنتصف إلى أطراف الكاميرا ما بين هذا اللون وهذا اللون ما بين هذا وهذا نعم يجب تحويل هذا أحيانا إلى سكرين إذا كان الميست مثلا استخدمته كضباب أحيانا سكرين تعطي نتائج أفضل وأحيانا لا تلاحظ الفرق لكن في هذه الحالة لا أبدا لأنه مجرد ماسك فقط ثم الآن أضغط Shift A Converter Filter Blur آتي به إلى هنا ثم Shift A Matte Box Matte سأستخدم هذا البوكس مات مع هذا البلور لإنتاج ماسك حتى أعزل ما خلف الكاميرا عن أطراف هذا الشيء وينتج ما يشبه الفينيات أو الإضاءة خلف الكاميرا نعم إذا ضغطت Ctrl Shift وضغطت هنا تأتي إلى هذا وتبدأ بتكبيره إلى هذه الدرجة وتبدأ بتكبيره من هنا إلى هذه الدرجة ومن هنا إلى هذه الدرجة ثم تأتي به إلى هنا إلى البلور تفعل الريلاتيف والواي وتجعلها 50% ثم تضغط Ctrl Shift وتضغط هنا لكن هذا الماسك غير واضح بشكل كبير جدا بإمكاني أن أدخل Color Ramp لكن هناك توليفة رائعة جدا وهي باستخدام المات نود لذلك آتي إلى Converter مات أجعل هذا Power هذا الباور شيء سيتحكم في التدرج اللوني ويجعله أخف كلما رفعت هذه القيمة تلاحظون أن التدرج اللوني صار كيف أقولها soft نوعا ما ناعم نوعا ما ربما 2 جيدة أو 2.5 تكون جيدة ثم بعد ذلك أجعلها Shift D أنسخه وأتي به إلى هنا وأجعله Multiply أو بإمكانك أن تجعلها تعملها بالطريقة المختصرة وهي Control نجمة فيأتيك بMultiply ثم تجعله في 2 كذلك ربما فيزيد التدرج اللوني أكثر فيصير أكثر حدة بدل مما كان هنا كان غير حاد أبدا ونعم ليس هناك تقريبا أي تدرج لوني جعل هذا فيه بعض الظلمة هنا ولكنه لا يزال ناعم وهذا جعله فيه الظلمة هنا والسواد هنا وجعل البياض أكثر في المنتصف إمكانك أن ترفع إلى 2.5 حتى نعم ثم بعد ذلك تجعل هذا هو الذي يتحكم في ظهور هذا من هذا أضغط الآن هنا بينهما وبالت بكل تأكيد كنترول الت وأسحب بيمين الفأرة ثم الآن أعلم أن هذا الأكثر بياضا أكثر إضاءة وأعلم أن هذا الأكثر ظلمة إذن فهذا الماسك جيد جدا آتي به إلى هنا إذا لم ينجح فعكسه فقط عن طريق Color Invert لكني متأكد من أنه نجح لأن البياض يعرض ما أسفل والسواد يعرض ما في الأعلى نعم جيد Ctrl Shift أضغط هنا وتلاحظون النتيجة
نعم لاحظوا النتيجة، صارت هناك خلفية جميلة. بإمكانك دائما أن تزيد الظلمة هنا عن طريق تخفيض هذا حتى تزيد الكونتراست أكثر وأكثر. نعم بإمكانك أن تزيد الإضاءة هنا عن طريق ربما زيادة هذه الفاليو هنا إلى 2 مثلا. نعم تكون أجمل بعض الشيء. ثم جي لاحظون كيف استخدمت الميست، استخدمت الميست ل ب ب في هذا الذي أكثر ظلمة، واستخدمتها في هذا الذي أكثر إضاءة، ثم مزجت بينهما باستخدام هذا الماسك الذي أنتجته من هذه الأشياء. المهم لا يهم. ثم الآن ألاحظ أنها تحتاج إلى بعض الكونتراست، وتحتاج إلى تعديل لوني بعض الشيء، وتحتاج إلى زيادة إضاءة بعض الشيء في بعض الأماكن، لأنها بعض الأمور under exposed، ما يدعى بـ under exposed. نعم لذلك سنعمل هذه الأشياء الثلاثة. أولا Shift A، سأترك تعديل لوني إلى الأخير، سأضيف اللون في الأخير. نعم نعم طائرة. نعم أبدأ أولا بإضاءة فت الإضاءة، زيادة الإضاءة عن طريق Shift A. تلاحظون أن الأشياء التي تمر من الطريق تحدث ارتباك شديد حتى أنسى اسمي. المهم أنا أبحث عن Hue Saturation Value، هي في Color Hue Saturation Value، هي جيدة جدا إذا أردت إضافة زيادة إضاءة صورة معينة، وهي أفضل بمليون مرة من ما يستخدمه كثير من الناس، وهي Brightness Contrast. الهيو ساتوريشن فيها هذا الفاليو الذي هو كل اكسبوزر بالذات، وكأنها الاكسبوزر، وهو أفضل بمليون مرة. إذا ضغطت هنا الآن ضغطت هنا الآن وزدت هذه الكونتراست إلى مثلا 1، فلاحظوا النتيجة ستزيد، ليس الكونتراست، نعم هذه مفيدة جدا الكونتراست، سأستخدمها فيما بعد في الكونتراست، لكن البرايتنس هو ما أريده. إذا زدته إلى 1 مثلا فلاحظوا النتيجة، سترفع من إضاءة كل الصورة دفعة واحدة، وأنا لا أريد ذلك. الآن لاحظوا الفرق بين هذا وبين الهيو ساتوريشن إذا زدت إلى 3 مثلا، وليس فقط إلى 1 إلى 2 أو ما شابه. لاحظوا أنها ترفعها بطريقة جميلة. على كل حال هذا فوق ما أريده، سأجعلها 1.5 أو 2 أم نعم 1.5 جيدة جدا، وهي أحدث الإضاءة التي أريدها، وفرق كبير بينها وبين هذه التي ترفع الإضاءة كليا دفعة واحدة بطريقة بشعة جدا. نعم سأستخدم هذه فيما بعد، لذلك سأتركها هنا. ثم الآن إلى الكونتراست، نعم الكونتراست سأستخدمها الآن، صفر، أجعل الكونتراست 1، نعم وهذا جيد جدا الكونتراست، ربما حتى 1.5، نعم هذا جيد جدا. تلاحظون الفرق، هناك فرق كبير بين من دون كونتراست وبين الكونتراست، جميل جدا، جميلة جدا. ثم الآن جي، الآن تعديل لوني، Shift A Color، ليس Color Converter، وهذا التعديل اللوني دائما ما أستخدمه، لا أدري لماذا هذه الألوان دائما ما تنجح معي، وهي جميلة جدا، دائما تقريبا في كل الصور التي رأيتموها عندي أستخدم هذا التعديل اللوني، حتى في الأنيميشن الذي أعمل عليه الآن، حتى في الأنيميشن الذي أعمل عليه الآن أستخدم هذا. لاحظون أنها حتى في الأنيميشن الذي أعمل عليه الآن، نعم استخدمت هذا التعديل اللوني، دائما ما أستخدمه، هذين اللونين بهذه الطريقة، أتي بهذه إلى هنا وهذه إلى هنا. لاحظون أنها الآن ستصير حارة وكأنها في فيلم قديم أو ما شابه، لكن جي ضغط Shift A Color Mix، أتي بها إلى هنا، ثم أتي بهذه إلى الأسفل، لا هذه إلى الأعلى وهذه إلى الأسفل، وأجعل هذه صفر،
وأجعل هذه كولر الآن، فبإمكاني الزيادة من تأثير هذا من دون التأثير في الإضاءة. ستبقى الإضاءة جيدة نفسها، ولكن سأؤثر فقط في الألوان لأن أساس الدمج هو كولر. كأنه يقول هاي لا تأخذ من هذه الصورة إلا ألوانها، ولا تأخذ الإضاءة أو ما شابه، بإمكاني أن أجعل هذين اللونين مظلمين كليا ولن يؤثر هذا فيها. المهم سأجعلها مثلا، سأضيف لها مثلا 0.2 أو ما شابه، نعم 0.25. تلاحظون اللون الجميل الذي أضافته على هذا الشيء. بإمكاني أن أضغط دائما أم للمقارنة، هذا بارد بعض الشيء وهذا حار بعض الشيء، أنا أحب هذا اللون صراحة. نعم ثم الآن لا أريد هذا أن يؤثر في كل شيء، لذلك سأوقعه هنا، لكن هذين لا أريدهما أن يؤثر في الخلفية، أريدهما أن يؤثر فقط في الكاميرا. بما أن الكاميرا غير مفصولة عن الخلفية، فكيف سنجعله يؤثر في الكاميرا؟ عن طريق المسك بكل تأكيد، أنا أستخدم المسك دائما لهذه الأغراض. ذلك آتي إلى هنا وأضغط Ctrl Shift D، آتي بهذا إلى هنا، نعم، ثم أضغط الزر الذي يحذف الأحرف حتى أعيد إلى إعداداته الأولية. وبإمكاني الآن أن أرفع من السواد فتلاحظون أنها هكذا، وأرفع من البيض فتلاحظون أنها هكذا، وحصلنا على الماسك الذي نريده. الآن كل شيء أسود سيكون هو العلوي، فاكت سيكون الصفر، في هذه الحالة سأدخله في الفاكت بكل تأكيد، والصفر يعني أن هذه وكأنها غير موجودة. لا أريد العكس، لذلك سأضغط Shift A. تلاحظون أنه ثقيل جدا، Shift A Color Invert. لا بأس، بإمكانك أن تجرب دائما ثم تعكس الأمر، ضع هذا مباشرة هنا، فإذا لم ينجح يعكس الأمر، لكني أحب أن أتفلسف، أحب أن أكون على دراية مما أفعل. نعم الإنفرت RGB ألفا، لا توجد ألفا أصلا. ثم هنا بنفس الطريقة جي، نعم هكذا، أتي ب Shift A Shift D عفوا، أتي بها إلى هنا، أجعل هذا Mix، أتي بهذا إلى هنا، وأجعل هذا في الأعلى وهذا في الأسفل بنفس الطريقة. الآن كل ما هو أسود سيكون هذا، وكل ما هو أبيض سيكون هذا، لكن الكاميرا الآن معكوسة هي البيضاء بهذه الطريقة، إذن كل ما هو أبيض، كل ما هو في الكاميرا سيكون بهذا التأثير، وكل ما هو خارج إطار الكاميرا سيكون بهذا التأثير. إذا ضغطت الآن Ctrl Shift وضغطت هنا، تلاحظون أن الكاميرا هي المتأثر الوحيد في كل هذا، والخلفية باقية نفسها نفسها نفسها. نعم نعم نعم. هل بقي من شيء مثلا؟ تقريبا لا أظن أنه بقي أي شيء. بإمكاننا دائما إضافة النويس هنا، لكن الأفعال ستكون هذه أشبه بشيء ما. المهم هذا درس عن الإضاءة وعن البوست بروسيسين وعن الرندرين والبوست بروسيسين في EVE. وقد نسيت شيء مهم جدا وهو السكرين سبيس ريفلكشن، لكن لا بأس بإمكاني تفعيلها، ربما تفعيل ريفلكشن لا أدري. موشن بلور فوليوم ازرق لا برفورمانس لا هير شادو، فعل الشادو اندرين، نعم سمبليفاي، كل شيء جيد. الآن بإمكاني أن أضغط F12 لإعادة الرندر. بإمكانك في هذه الأثناء أن تنزل إلى الأسفل بعد أن شاهدت كل هذا، وتضغط لايك وسبسكرايب وتعليق إن شئت، تضغط زر الجرس وتضغط كل شيء. لاحظون أن الفرق الهائل بين الأول والثاني الآن بسبب سكرين سبيس ريفلكشن، بسبب سكرين سبيس ريفلكشن الفرق هائل، خاصة هنا في هذه الأماكن. حصلت الآن على منتج رائع جدا وكاميرا جميلة جدا، وتلاحظون الفرق الآن. هذه هي الكاميرا الأصلية، ولكن لا تنسوا أن هذه في سايكلز، وهذه هي التي عملناها الآن. نعم هذه الكاميرا الأصلوية، أين هي؟ هذه الكاميرا الأصلية،
في سايكلز، وهذه الكاميرا التي عدلنا عليها في اي في. هذا كل شيء اليوم. اذا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب، تعليق ان شئت، وضغط زر الجرس، وشاهد كل هذه الفيديوهات التي تظهر هنا او لا تشاهدها. انت حر في حياتك، افعل ما تشاء يا صديقي. لا تم، لكن شاهدها بالفعل، بامكانك مشاهدتها، ونعم دعم القناة بكل تأكيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.